أنا فداء من عكار، دارسي جرافيك ديزاين بالجامعة اللبنانية. اشتغلت على موهبة الرسم لوحدي، إنه أوكي بالجامعة بنتعلم شوي بس إنه كان مجهود شخصي أكتر. تقريبا الرسم على المصاري بلشته من سنتين. كيف الناس عم شافت أو تلقت هيدي الفكرة؟ كيف كان التفاعل أول فترة تحديداً؟ أوكي، مبدئيا أول ما بلشت كان كتير، يعني الناس حبت أول شيء، بس ما بلشت كتير، كنت مثلا كتير قوي بالرسم على المصاري كأشخاص. بلشت أول شيء أسماء، صرت أرسم قصص بلاك أند وايت أكتر، بعدين صرت أرسم أشخاص. كان شوي هيك الناس بالأول إنه مصاري وهيك، شوي في ناس ما تقبلت الفكرة إنه مصاري، بس إنه الفكرة بس تفهمها بتحبها، إنه أنت أصلا لبعدين 15 20 سنة حتلاقي العملة مثل ما نحن هلا بنشوف عملة أهلنا مثلا لما بال 2000 كيف كانوا يتصرفوا مع العملة، إنه ما حدا عبرها أصلا، انتهت راحت، في قليل كتير الناس اللي احتفظوا فيها. فهي الفكرة بس إنه نحتفظ فيها بطريقة فنية، إنه صورنا نحن بزمننا هلا على العملة اللي نحن هلا بنشتغل عليها، يعني بس انت إنه بتوجهي الفكرة او بتقولي للزبون انه انا فكرتي محتوايي هو اني حافظ على العملة ولكن بهيدي الطريقة. صح. يعني احنا بنعرف عموما اكيد يعني اليوم الالف ليرة مثل هيدي الالف ليرة مثلا ممكن حدا يهملها او يكبها، بس لما بتكون عليها صورته ممكن حيختلف الموضوع. هي هي الفكرة، بس انه عن جد هلا مين معه بقى اصلا بجزدينه 1000 ليرة؟ ما في. العملة دقيقة كتير أكتر ما أنه تشتغل على لوحة ولا تشتغل على ورق أو نوع كرتون معين، دقيقة كتير لأنه حساسة. يعني أنت بوقت معين إذا ما تركت العملة بهيدا الوقت تاخد وقتها لحتى تنشف مزبوط، اللون ما بيعلق. يعني أنت وعم تشتغل حيرجع يطلع معك اللون وحينتزع كل شيء، فوضع كل كتير العملات دقيقة. بتعمل هيك؟ لا، مثلا الدولار كتير بيختلف عن اللبناني، يعني الدولار بيشرب اللون بطريقة أكتر، يعني بتعلق عليها أحسن، بس اللبناني بتحسه هيك مشمع فما بيعلق عليه مثل الدولار. أهين هي كتير صعب اللبناني حد الدولار مثلا، كمان حتى الأسترالي بالرسم؟ حتى بالرسم. القياسات اللي بتتبعيها، يعني انت وقت عم تفوتي بتفاصيل معينة، خلينا نشوف مثل هيدي على 10,000 ليرة رسمي لعبير الصغير صانعة محتوى الطبخ اللي نعرفها، فيها كتير تفاصيل والمساحات كتير ضيقة. كتير ضيق، صح. قديش بياخد منك هيدا وقت هلا تقريبا؟ اول فتره كان كتير صعب، انه انت عم ترسم وجه ب 4 سنتيمتر، انه انا كنت ارسم مينيموم اي 5، وكلنا اول ما بنرسم هيك انه ترسم اي 4 اي 5، وبعدين صرت ارسم على اس اي 2، فانه ارجع ل 4 سنتيمتر كان كتير صعب، كتير دقيق، والريشي ما اصلا ما بتساعدك، يعني بده خلص انه بيعتمد التكنيك عليك انت منه على الريشي ولا على الالوان. كل وحده قد ايه تقريبا بدها وقت؟ هلا انا شوي شوي مع الخبره هيك مع الوقت صرت باخذ وقت اقل، يعني قبل مثلا اول ما بلشت مثلا اخذ 3 4 ايام. قديش تكلفة الرسمة يلي بتكون يعني مثل هاي الرسمات اللي عم نشوفها نحن قدامنا؟ اوكي، هلا مبدئيا الاسعار ما في سعر ثابت، طالما انت عم تشتغل هاند ميد يعني ما في اسعار ثابتة. وين مقررة انك توصلي؟ اوكي، هلا مبدئيا انا الشهرة واني يصير معروفة والناس تشوفني وتقول هيدي فراولة ما بيهمني ابدا، بيهمني بس الناس لما تشوف عملي حدا مخرطش علي هيدي فراولة، شو ما كان معمول على عملي هيدي فراولة. فراولة يعني فدا، يعني انت فدا فراولة. بقى هيك بيهمني اكثر انه شغلي يصير معروف وين ما كان، وخلص انه بعد 10 سنين عبالي بكل بيت لبناني يكون في عملي مرسوم عليها وانا اللي يكون رسم عليها.